حصاد الجنوب، أهلا بكم. شهد الرئيس سعيد الروسي الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الأحد تخرج الدفعة السابعة حربوليا والسادسة دفاع وطني والسادسة عشرة قيادة وأركان بالأكاديمية العسكرية العليا. الرئيس أشاد في كلمة له بجهود الخريجين خلال مدة التحاقهم بالأكاديمية، مشيرا إلى أن تخرجهم من هذا الصرح الأكاديمي العسكري يثبت أن قواتنا المسلحة قوية ومستمرة في العطاء في مختلف الميادين. نظمت الجمعية الوطنية اليوم الأحد احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني تحت رعاية الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس. علي الكثيري رئيس الجمعية الوطنية أكد أن الجمعية تمثل النواة الأولى للعمل البرلماني لدولة الجنوب المنشودة، مخاطبا برلمانات العالم بقوله: شعب الجنوب يناضل منذ 1994 من أجل استعادة كل ما سلب منها، ومن حق هذا الشعب أن يكون مالكا لقراره ومستقبله. أقامت الإدارة السياسية بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت اليوم الأحد حلقة نقاشية بعنوان المجلس الانتقالي في مواجهة الاختبار الصعب أمام تحديات المرحلة بمدينة المكلا. وتركزت الحلقة النقاشية بحضور فادي بعوم عضو هيئة رئاسة الانتقالي على ثلاثة محاور أساسية شملت الملفات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، حيث أكد سعيد المحمدي رئيس انتقالي حضرموت أن التحديات أصبحت كبيرة في ظل عجز الأهالي عن توفير الغذاء والدواء، وما يحتم على الجنوبيين التحرك ورفض الواقع المرير. دشنت في عموم مدارس المحافظات المحررة اختبارات إنهاء الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023-2024. وزير التربية والتعليم طارق العكبري أكد أن الوزارة استكملت جميع التحضيرات الفنية واللوجستية لضمان سير الاختبارات بشكل سلس وآمن، موضحا أن عدد المتقدمين للاختبارات 90,761 طالبا وطالبة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.